بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة العمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهارده، وامشير بدا يعني يكشر عن انيابه والرياح اللي موجودة المثيرة للرمال والاتربة. بالفعل، يمكن الاول اليوم هيكون عندنا مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة عن الايام الماضية بمعدل درجتين عن امس، لان اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية فترة النهار، فهيكون في مزيد من الإحساس بالدفء وارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لأن في كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية بتأثر علينا وبتأثر على أغلب المحافظات، فالطقس دافي بشكل كبير خلال فترة النهار في أغلب الأنحاء. فترات الليل أيضا هنحس بارتفاع قيم درجات الحرارة، احنا متوقع صغرى فترة الليل ان احنا نسجل ما بين 14 و15 درجة مئوية، فأيضا أجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة على أغلب الأنحاء الموجودة في الجمهورية، وخاصة طبعا في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. بالإضافة كمان احنا بنقول الكتل الهوائية دي كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، هيكون معاها سرعات الرياح هتتراوح سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، فبالتالي هيكون في إثارة للرمال والأتربة، يبقى في نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد، يعني السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، بعض المناطق من سيناء. طبعا الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وخاصة هل هي جديدة يا دكتور؟ يعني ممكن تأثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية؟ هي ممكن طبعا تأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، هي مش شديدة بالشكل الكبير اللي ممكن تأثر على الرؤية الأفقية، يعني إن شاء الله ما توصلش لحد العاصفة، لكن طبعا وجود الأتربة والرمال المثارة واللي هنحس بيها بشكل تدريجي مع تقدم ساعات النهار وخاصة بعد فترة الظهيرة ممكن طبعا تأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، عشان كده احنا بننصحهم واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات النهارده وبكره، لان الاتربه والرمال المثاره مستمره معانا كمان غدا الثلاثاء ان شاء الله، استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه هيؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على بعض الطرق وخاصه الطرق الصحراويه او الطرق المكشوفه او الاماكن اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وطبعا هتاثر على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه. يمكن الان في بعض الشبوره المائيه او انخفاض للرؤيه الافقيه على بعض الطرق بسبب وجود الشبوره المائيه الخفيفه، الحمد لله مش كثافتها عاليه بالشكل الكبير فما بتاثرش على حركه المرور، لكن الشبوره المائيه موجوده على بعض الطرق ومعها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وسرعان ما هتتلاشى ان شاء الله مع استطلاع اشعه الشمس. يمكن كمان نلاحظ النهارده في بعض السحب او بعض السحب العاليه الغير مؤثره تماما، لكن طبعا هنلاقي في حجب جزء من اشعه الشمس، لكن طبعا مستمرين في ارتفاع قيم درجات الحراره بسبب مصادر الكتل الهوائيه الصحراويه، ومتوقع ان شاء الله مع يوم الاربعاء القادم او من مساء الثلاث والاربعاء الخميس الجمعه يكون في حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، يبدا منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ياثر علينا، وايضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، فاول حاجه هيكون عندنا انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل، هنعود ثاني للاجواء الشتويه المائله للبروده فتره النهار شديده البروده فترات الليل، بالاضافه كمان هيكون عندنا نشاط للرياح في معظم انحاء الجمهوريه يزود احساسنا اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره وبروده. طب نشاط الرياح ده هياثر على حركه الملاحه البحريه على البحرين؟ يعني على البحر المتوسط بشكل كبير ممكن نشاط الرياح من يوم الاربعاء ان شاء الله هيأثر على حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، فالنهارده وبكره حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط
معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن وارد جدا من يوم الاربعاء يكون في اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، بالاضافه كمان هيكون في امطار، وكميات الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير ومؤثر، يمكن هي ممكن تبقى موجوده معانا بكره لكن بكميات ما بين خفيفه المتوسطه، لكن تاثير الامطار الاكبر هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله، امطار ما بين المتوسطه ممكن تغزر احيانا على بعض المناطق الساحليه، ممكن تاثر كمان على بعض المحافظات الداخليه منها جنوب الوسط البحري، وقد تصل الامطار كمان لمناطق من القاهره الكبرى ومحافظات الصعيد اللي هي شمال الصعيد، بعض المناطق من سيناء. فبالتالي الاسبوع ده في تقلبات جويه كثيره ما بين ارتفاعات وانخفاضات ساقيه من درجات الحراره الاتربه والرمال المصارف، طبعا فرص الامطار اللي هتبقى واضحه بشكل كبير اربع وخميس وجمعه ان شاء الله، فعشان كده مهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، مهم كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، واحنا خارجين طبعا لازم نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 25 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 25-14، اسكندريه 25-14، والعلمين 25-14، مطروح 26-12، ودمياط 25-15، بورسعيد 25-15، اسماعيليه 26-12. السويس العظمى فيها 25 والصغرى 13، العريش 27-12، كاترين 19-2، وطابة 24-13، حلايب 26-18، وشلاتين 27-17، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-17. هنروح للفيوم للعظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25-12، والوادي الجديد 26-11، أسيوط 26-10، سوهاج 27-11، قنا 27-11، الأقصر 28-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 12. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لمنى ومصطفى نكمل معاهم فقرتنا. شكرا جزيلا لك.